مكملين بفقرات صباحنا والمشاريع الثقافية، المشاريع العلمية اللي بتخص الأطفال، اللي دائما نحن منحاول نكون مع خطوة بخطوة ونشوف هالإنجازات الحلوة. صحيح يا فرح، ودائما بصباحنا غير، وكان عنا كتير فقرات حكينا فيها عن النشاطات طبعا يلي عم بتكون بهذا المجال، واليوم رح نحكي عن المشروع الفلكي الصغير. تحدثنا هيك شوي عنه سابقا، هلأ بدنا نعرف شو الجديد بشكل عام وأيضا وين وصلوا. كل هاي المعلومات رح تطلعنا عليها الأستاذة تركية جبور، وهي عضو بمجلس الجمعية الفلكية السورية. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير سلمى، صباح الخير فرح، يسعد صباحكم. يسعد لي صباحك عن جديد أستاذ. اليوم يعني خلينا نذكر لو بشكل سريع عن مشروع الفلكي الصغير وشو الهدف منه، وبلمحة سريعة شو هي الإنجازات اللي قمنا فيها. مشروع الفلكي الصغير هو أحد المشاريع اللي عملتها الجمعية الفلكية السورية من لما تأسست 31/8/2005. علم الفلك هو علم موجه للجميع، فنحن للأسف مناهجنا التدريسية بسوريا ما فيها كثير عن علوم الفضاء والفلك، فمن خلال مشروع الفلكي الصغير نحن عم نحاول نركز مع الأطفال، نعلمهم مبادئ وأسس علوم الفضاء والفلك، نحاول نشتغل معهم لحتى نطور هاي العلوم ببلدنا. يعني كثير عالم أول ما بنحكي علوم فضاء وفلك بيروح فكر للتنجيم والأبراج، بيجوا لعنا أنا شو برجي، أنا شو حيصير معي اليوم. فكتير من هاي القصص بتصير معنا. مشروع الفلك الصغير بلش بتقريبا 31/8/2005 مع بداية تأسيس الجمعية، بالإضافة لعدد من المشاريع الأخرى مثل مشروع موجه للفتيات اسمه إنها عالمة فلك. من خلال هاي المشاريع الأساسيات، العلوم، الأحداث الجديدة، أخبار علوم الفضاء والفلك، كل شيء عم بيصير نحن بنحاول نركز عليه. هذا المشروع بلش من خلال وضع تلسكوبات بالساحات، استقطاب الأطفال، زيارات المدارس، القبة الفلكية اللي كانت موجودة عنا نزور فيها المدارس، المعاهد الخاصة، الجامعات، ونستقطب الجميع. نحن من خلال التركيز على الطفل عم نزرع بذور حب هذا العلم بالبلد. أدي كان في رصد كمان للظواهر الفلكية، إن كان شهب، إن كان تغيرات القمر. شفنا سلمى كتير من الظواهر الفلكية اللي يمكن انبسطوا فيها الأطفال بشكل كتير كبير، وتمت دعوتهم مع أهليهم. هذا الشيء قد ايه بينمي روح الشغف عند الطفل بالنواحي هي الظواهر والقدرة على المتابعة والاستمرار فيها؟ فرح، دائما الإنسان بطبعه كائن فضولي، بيحب يعني الشغلات الغريبة اللي بتثير تفكيره. فكيف إذا كان عم يطلع على السماء، إذا شاف جرم غريب لمع بهاي السماء؟ من زمان كانوا يفكروا إنه الشهب هي عبارة إذا شافوها نذير شؤم، بعض الحضارات اعتبرت إنها هي عبارة عن فاء الخير. فالفكرة إنه نحن بنوضح هاي الظواهر شو هي، مثلا الشهب شو هي، نيازك شو هي، مذنبات شو هي. مثلا الشهاب ببساطة هو عبارة عن بقاء هي ذرات من الغبار والصخور الصغيرة بتخترق الغلاف الجوي للأرض وبتحترق فيه وبتشكل لنا الشهب. نحن بنشرح للأطفال ماهية هي الظواهر، يعني الخسوف والكسوف كيف بيصير، بحيث إنه هي الظاهرة لما نحن نشرحها بشكل مبسط ما يكون ناجم عنا خوف. للأسف يعني عم نشوف حاليا في كثير من العالم تربط الظواهر اللي عم بتصير مثل الهطل الشهابي اللي كان ذروته 11-12 آب صارت الهزة الأرضية. ففي كثير عالم للأسف على السوشيال ميديا هولت الموضوع وبلشت تحكي إنه ارتباط الشهب والنيازك بالهزات الأرضية أو القمر البدر بالهزات الأرضية والزلازل. الفكرة أنه نحن دورنا توعوي، بنوجه للأطفال وللأهالي رسالة أنه علم الفلك هو قائم على أسس الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، تضافر هذه العلوم مع بعضها بيعطيني علم الفلك. أكيد. طيب أستاذة تركيا، خلينا نرجع شوي لمشروع الفلكي الصغير. خلينا نقول من إمتى هو بلشتوا فيه، هلأ صرنا كم سنة فيه، وقديه في طلاب استفادوا أو أطفال الأعمار اللي استفادت منه؟ تقريبا المشروع مثل ما خبرتكم بلش مع بدايات الجمعية، لكن كان بشكل بسيط جدا. حاليا نحن توسعنا بعد تأسيس المرصد الفلكي السوري. المرصد صرنا نستقطب الناس، كنا قبل يعني نروح على المدارس، نروح على الجامعات، هلأ صاروا هنا يزورونا، هنا يجوا لعنا. كم الأطفال، الشغف اللي عند الطفل، أو الأسئلة، السؤال اللي عند الطفل أنت بتسمعيه من هذا الطفل في معنى كتير كبير. يعني مو أي حدا ممكن يجاوب طفل على سؤاله، ممكن ببساطة طفل يسأل أسئلة كتير كبيرة، أو شاف مقطع على اليوتيوب، أو شاف مقطع على الفيسبوك يثير فضوله يجي يسأل عنه. فنحن بطريقة بسيطة بنحاول نجاوب على هاي الأسئلة. يعني الطفل لما بيجي لعندك بيكون حامل كم كبير من الأسئلة، أنه مثلا شو هي الثقوب السوداء، أنه ليش النجوم معلقة بالسماء ما بتقع على الأرض، ليش مثلا أنا بشوف القمر أحيانا أنه
بأطوار، نحن بنعرف على هاي الظواهر كيف بتصير كيف بتحدث، يعني ببساطة هيك مع الأطفال بنبلش معهم خطوة بخطوة، يعني أساسيات علم الفلك، بنبلش من الكوكب اللي عايشين فيه، أهمية هذا الكوكب، يعني نحن حالياً بفترة عم تشهدها الأرض هي فترة الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة، دورنا حالياً بهذا المكان هو دور توعوي، أهمية البيئة، الحفاظ على البيئة، نحن كيف لازم نزرع الأشجار، كيف لازم نزيد الغطاء النباتي، كيف نحن نحاول نحافظ على المياه، لأنه نحن بيوم من الأيام ممكن مثل ما حالياً عم نمشي مع أنينة المي، ممكن يصير معنا بيوم من الأيام إنه نمشي مع أنينة أكسجين، إذا نحن ضلينا ما نحافظ على هذا الكوكب، يعني طفل تربي خصبة، شو ما علمتيه بيتعلم، فنحن عم نحاول نزرع بذور حب علم الفلك معه. نعم، اليوم الاستمرارية مع هذا الطفل لما بيربى على هي من على هي المعلومات، لما بيربى على هي الأخلاق، إن كان بالتصرف مع البيئة، يعني لما بيعرف إنه نحن تصرف صغير ممكن يؤدي عنه خطر هائل للأرض اللي نحن عايشين فيها، فاليوم لوين نحن منوصل مع هدول الأطفال، ولا أي عمر حتى فيكم تستقبلوا الأطفال لأي عمر، وشو هي الناحية التوعوية اليوم يلي عم بتأثروا فيها بشكل كتير كبير؟ الأطفال تقريبا المشروع بيستقبل من عمر 4 سنوات وطالع ل 18 سنة عنا، لكن الفئة اللي بنركز عليها كتير من تقريبا من 4 ل 15، فئة من 15 ل 18 هدول الشباب والصبايا نحن بنحاول ندربهم ونحاول نعلمهم هاي الأسس اللي نحن عم نشتغل عليها حتى هن يكونوا المدربين بالمستقبل، يعني نحن الشاب اللي عم يجينا أو الطفل بين 15 و18 يعني هو صار بمرحلة النضوج تقريبا، مرحلة المراهقة، فهو ما بقى نحن فينا نعامله كطفل، المعلومة بتكون واحدة لكن بيختلف طرح المعلومة، أساسيات طرح المعلومة، أنا كيف بدي أوجه هاي المعلومة لطفل عمره 15 سنة، كيف بدي أوجهها لطفل عمره 4 أو 5 سنين، تبسيط هاي المعلومة، نحسس كل طفل بمكانته، أنه نحن كل شخص بيجي لعنا ياخذ القيمة اللي هو بيستاهلها، بيستحق المعلومة بالطريقة المناسبة للعمر، فلما نحن عم نعطي هاي المعلومة عم نشكل هذا التراكم اللي عم بيصير، كل مرة عم نطور معلوماتنا، يعني اللي زارنا اليوم أخذ عدد من المعلومات، المرة الجاية مثلا بتكون الورشة مختلفة أو النشاط مختلف، عملنا عن كواكب المجموعة الشمسية، عن المذنبات والشعب، المرة الجاية بنعمل عن طبيعة عمل التوابع الصناعية، الأقمار الصناعية كيف عم تشتغل. كل قد ايه بيكون في ورشة؟ حاليا بفصل الصيف في عنا نشاطات تقريبا كل 15 يوم تقريبا بالشهر، يعني الشهر بيكون في تقريبا 15 يوم نشاطات ورا بعضها متتالية، لأنه نحن بنعتمد كثير على الجزء العملي، يعني عم نطلع من الجزء النظري، أنت لما بتطلعي من الجزء النظري طلعتي شوية من إطار المدرسة، يعني الطفل بالمدرسة أخذ المعلومة رجع على البيت حفظ المعلومة راح قدم فيها امتحان وخلص يمكن نسيها، نحن بهي المعلومات عم نحاول نركز على تفكير خارج الصندوق، يجرب بإيده مثلا إجا لعنا شاف التلسكوب، طيب كيف هذا التلسكوب عم يقرب لي جرم البعيد؟ كيف أنا عم شوف البقع الموجودة على سطح الشمس؟ من شو بتتكون النجوم؟ طب أنا ليش الشمس عند الغروب بشوفها باللون الأحمر؟ ليه القمر وقت الخسوف أول ما بشوفه باللون الأحمر؟ شو اللي عم بيصير؟ يعني نحن بنشرح ببساطة الغلاف الجوي كيف بينكسر فيه الضوء، كيف تشتت اللون فيه، نحن بنحكي عن هدول القصص بطريقة بسيطة، كرمال إنه يكون في عنا تراكم بالمعلومات، يعني التلسكوب كيف بيشتغل، عنا تلسكوبات كاسرة، تلسكوبات عاكسة، بتتكون المرايا والعدسات، طبيعة عمل كل تلسكوب، إيمت أنا بستخدم هذا التلسكوب، يعني ببساطة نحن بنحاول نوصل للطفل بطريقة بسيطة حتى يعني للأشخاص الشباب والكبار إنه آلية هاي الأجهزة كيف بتشتغل، هي الطريقة التراكمية، يعني مو بس نحن نعطي معلومة ويلا خلص، بحيث لما يرجع المرة الجاية هو عم بيعيد المعلومة، يعني يقدر يوقف ويشرح لرفقاته المعلومة بالمدرسة، والحمد لله يعني من خلال الفيدباك اللي عم تجينا من الأهالي من الأساتذة بالمدارس المراكز اللي عم بيزورونا بالمرصد عم نلاقي كتير أطفال هنا اللي عم يوقفوا ويشرحوا لأصدقائهم ورفقاتهم عن الكواكب عن المجموعة الشمسية طبيعة عمل يعني هاي الأجرام، فإنه أنت شعور كتير حلو لما المعلومة أو الشيء اللي عم تزرعيه تلاقيه عم يثمر عم يزهر. أكيد كمان خلينا نحكي شوي أستاذة تركيا، معروف أنه جمعية لها نشاطات كتير مختصة بسوريا بالذات مثل تسجيل بعض النجوم اللي أنتوا بترصدوها، خلينا نقول هل
ما زال هذا الخط مستمرين فيه؟ وين صرنا؟ هل في شيء جديد رح نشهده بخص سوريا بالذات؟ طبعا دائما نحن اول شيء ساهمنا بتسميه كوكب تدمر اللي بيدور حول نجم الراعي، وبالوقت اللي كانت تدمر عم بتمر فيه بفتره عصيبه ساهمنا بكوكب اوغاريت ونجم ابلا سميناهم. يعني الفكره كل ما بيعلن الاتحاد الدولي للفلك عن مسابقه نحن بنحاول نكون موجودين فيها، كونه سوريا صارت عضو بالاتحاد الدولي للفلك ممثله بالجمعيه الفلكيه السوريه من 2018، وبنحاول دائما يعني نكون مع الركب العالمي مع الاتحاد الدولي للفلك. نحن اعضاء بمكتب التنميه الفلكيه، مكتب تعليم الفلك بالاتحاد الدولي للفلك. يعني الظواهر اللي عم بتصير مثل الرصد الشهابي الاسبوع الماضي 11 12 اب، كانت ذروه شهب البرشويات. يعني اللي بحب كمان يطلع على السماء بجهه الشمال الشرقي ما زال بامكانه رؤيه الشهب بكوكبه برشاوس. يعني فينا نشوف هاي الظواهر ببساطه، هاي الظواهر هاي النشاطات اللي نحن عم نعملها دائما بنسجلها بنترجمها وبنبعثها للاتحاد الدولي للفلك. بعد كم يوم حيكون في عنا ليلة رصد بعشرين الشهر، الدعوة حتكون عليها عامة، بيكون عنا القمر البدر. يعني نحن بنحاول هاي الظواهر ببساطة نعرف العالم عليها ودائما نسجلها. سوريا رغم الظروف الصعبة اللي مرقت فيها يعني سجلت كتير عدد كبير من النشاطات خلال الفترة الماضية وربحنا عدد كبير من الجوائز، لكن للأسف بسبب الظروف والعقوبات على سوريا ما عم نقدر نستلم أي شيء منها. تمام، اليوم لقدام شو هي أبرز النشاطات اللي عم بتقوموا فيها سواء للأهل خلينا نقول اللي بعضهم كمان عندهم شغف كتير كبير بهذا الموضوع، وإن كان للأطفال شو هي المطالبات اللي بتحسوها فعلا من الأطفال إنه تعملوا أو تطوروا حتى؟ المطالبات دائما انه يكون نشاطات اكثر، دورات مكثفه اكثر، لكن يعني للاسف بتجي المدرسه بتخلص المدرسه بتجي امتحانات الجامعات. نحن بالجمعيه كلنا فريق تطوعي، الجمعيه هي جمعيه علميه اهليه تطوعيه، الكل اللي عم يشتغلوا حاليا بتقديم النشاطات هن طلاب جامعات بين مهندسين اطباء طلاب جيولوجيا، يعني مجموعه من الشباب الطموح اللي بيحب يصير في فرع لعلوم الفضاء والفلك بسوريا. هي النشاطات هي مثل ما حكينا هي نشاطات تراكميه، نحن عم نحاول دائما يكون نلبي رغبه الاهالي نلبي رغبه الطفل، بحيث اذا الطفل حضران عندنا نشاط او نشاطين او اكثر ورجع لعنا بمره جديده بنشاط جديد يكون في معلومه جديده، يكون في طريقه جديده، في اسلوب جديد، لكن في اساسيات نحن بنعتمد عليها بحيث اذا كانوا يعني في اطفال يمكن حضروا نفس الانشطه كل ما يصير نشاط او ليله رصد او اي نشاط دعوي عامه بتلاقيهم موجودين، حابين يعرفوا اكثر، حابين يطوروا حالهم، منهم شباب من الصغار. يعني نحن خلال فتره الحجر الكورونا حكينا هون كمان عن الموضوع، عملنا جروبات تعليم اونلاين، يعني ما يعني وقفنا قعدنا بالبيوت، لكن ما اقتصرت انه نحن بس والله قعدتنا كانت بالبيت بلا شيء، عملنا جروبات تعليم فلك اونلاين، فهذا الشيء انعكس بشكل كثير ايجابي بعد ما خلصنا التدريب من خلال انه انت الطفل اخذ اساسيات على الواتساب. كثير صعب تخلي الطفل يستخدم الموبايل بطريقه مفيده، يعني من غير ما يلعب او ما يكون في احداث ثانيه انه هو يشوفها كرتون او اي شيء، لا نحن من خلال الجروبات اللي سويناها بالواتساب قدر الطفل يكمل معنا، صار في حماس في شغف ليكون دائما موجود، يعني انه امتى حيكون في نشاط، مس امتى حتفتحوا الجروب، انا جهزت وظيفه، علمنا الطفل طريقه البحث، يعني صار يعرف كيف بيبحث عبر الانترنت، كيف يكتب مقال علمي، يعني الحمد لله نحن عم نشوف هاي النتائج على ارض الواقع، يمكن بغير مرات بغير لقاءات بيكون في معنا مجموعه من الاطفال بيحكوا لنا بيحكوا لكم هن شو تعلموا، شو التجربه بالفلك الصغير بالجمعيه الفلكيه السوريه فادتهم، شو قدمت لهم. اكيد نتمنى يكونوا موجودين معنا. حضرتك قلتي انه بعد كم يوم رح يكون في عنا القمر العملاق، حيكون في له رصد، وخلينا نحكي شوي اليوم يمكن البعض بيعرف انه في ظواهر طبيعيه مثل المد والجزر وما الى ذلك بتتاثر بالعموم بحركة القمر وقربه وبعده عن الأرض، خلينا نحكي شوية معلومات اليوم نصحح بعض المعلومات المغلوطة. هل هي الظاهرة هي فقط ظاهرة للرؤية والمتابعة أم إلى تأثيرات على الأرض؟ هلا ببساطة القمر يؤثر على ظاهرتي المد والجزر، لأنه القمر أقرب جرم للأرض، يعني بعده عن الأرض تقريبا 400 ألف كيلومتر، فنحن يوم الاثنين 19 الشهر حيكون بأقرب نقطة له من الأرض، بنسميها نقطة الحضيض، بعد القمر عن الأرض بيتراوح تقريبا بين 356 ألف كيلو لل 406 كيلو، بنقطة الحضيض بيكون على هذا البعد، فنحن على هذا البعد القريب جدا اللي هو نقطة الحضيض بنشوف القمر تقريبا
تقريبا اكبر بحجمه بنسبه 14%، بيكون اكثر سطوع تقريبا بنسبه حوالي نسبه اضاءته بنسبه 30%، اما بنقطه الاوج فهو ابعد نقطه له على الارض. نحن دائما يعني كل ما يشوفوا يعني نحن كل شهر في عندنا قمر بدر، كل شهر في قمر بدر وكل شهر بنشوف القمر، لكن للاسف كثير اشخاص بيربطوا هي الظواهر بانه حيصير شيء، انه نحن اذا شفنا القمر البدر بالسماء حيصير شيء. في عندنا فارق نحن بين السنه الميلاديه والسنه القمريه، لما بيصادف يجتمع قمرين بنفس الشهر فبيسموه بلومون، يعني اللي هنا هلا عم يحكوا عنه سوبر بلومون، انه مثلا الفرق بين هدول السنتين احيانا بين دورات القمر بيكون في عندنا 13 بدر بالسنه، يعني الفرق السنه الشمسيه 365 يوم، السنه القمريه 356 يوم، هذا الفرق احيانا بيصادف على مدار عامين ونص لثلاث اعوام، انه نحن بنشوف بالسنه من السنوات 13 بدر بهي السنه، فالفكره وين؟ انه نحن لما بنشوفه يعني كثير عالم بتربطوا انه والله سوبر بلو مون، انه حيصير ظواهر، حيصير زلازل، حيصير براكين، لا يا جماعه ظاهره طبيعيه جدا نحن بنشوفها، ويوم الاثنين اطلعوا على السماء انه انتم ما حتشوفوه باللون الازرق، حنشوف القمر بلون طبيعي، لكن حنشوفه تقريبا نسبه سطوعه اكثر شوي لانه بنقطه الحضيض بالنسبه للارض. اكيد بدي اتمنى لكم كل التوفيق، وبدنا نشكركم اكيد على كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، وتحيه اكيد لكل الاهل يلي يمكن عندهم هذا الشغف وعم يوجهوا اولادهم للطريق الصح ويجاوبوا على كثير من هي الاسئله اللي عندنا اياها كلياتنا. شكرا لك. عفوا، يسعد صباحك فرح، يسعد صباحك سلمى، ويعطيكم العافيه. شكرا لك لوجودك معنا.